نحن الآن في حديقة بربطية بولاية حديقة الحيوانات بولاية طارف. نلاحظ هنا حشاكم زريبة الحيوانات اللي هم الدواب، حاطينهم هنا لدرجة من كثرة الجوع مساكن راهم ياكلوا في العواد. انظروا انهم ياكلوا العواد اللي ما فيهاش منبل ورق. انظروا، نطلب السلطات المعنية ومنظمة حقوق الحيوان أنهم يتدخلوا. انظر، مشهد حي يأكل غصن بدون ورق من كثرة الجوع. هذه الحيوانات تستعمل كأكل للأسود والحيوانات المفترسة، لكنها من حقها الغذاء، ليس أن تموت جوعا. انظروا إخواني، هي تأكل عواد يابسة، وكلهم مش واحد ولا زوج ولا. انظر، يوجد آخر هناك يوشك على الموت من الجوع. انظر، إنه يوشك على الموت، إنه يحتضر. انظروا انظروا إخواني، إنه هناك يحتضر، يحتضر من الجوع. ويوجد من مات. هذه الحيوانات التي في الوسط، انظروا إلى أجسامها الهزيلة، ماتت من الجوع. من المسؤول عن هذه الكارثة في حق الحيوانات؟ انظروا، إنها تأكل أعواد. انظروا، كارثة، كارثة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا.